الإرهابية. تعال نشوف الطالب أحمد الطيار 16 سنة، تخيلوا لما يقع عليه في الجيزة عمود كهرباء، هو كان بينقذ بنت، يعني شايفين الشهامة كمان، هو شاهد العمود بيسقط على فتاة فحاول أن ينقذها، سقط العمود عليه، عمود كهربائي يسقط عليه. وهنا طبعا شوف بقى من القاتل، يعني مين المسؤول القاتل الذي يجب أن نحاسبه، سؤال حسيبه للناس وحسيبه للنيابة التي يجب أن تحقق بالفعل جنائيا في هذه القضية. شاب يدفع ثمن شهامته ويسقط عليه عمود كهرباء يموته وهو يحاول إنقاذ فتاة كان العمود هيقع عليها. مشيت يا أحمد؟ خلاص ماشي يا أحمد، سيب حبيبك يا أحمد، ليه تسيب حبيبي؟ سيب حبيبي والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، يا روح يا نطلع حتى كده أصدق وأخذ حقي حبيبك يا عم، أعيش الدنيا دونك كان واقف وشافوا الحادثه، قالوا ان هم كانوا واقفين على رصيف وجرار كان بيشيل الزباله، وهو بيشيل الزباله خبط العمود، خبطه خبطه قام العمود واقع، فاحمد شاف الحكايه دي فقام زق البنت وخد هو العمود في وشه فتوفى في الحال. في التقرير بيقول لك ان العمود كان مخبوط لوحده وكان هيقع لوحده مش الجرار اللي خبطه، عشان يطلعوا الجاني وطلعوا الجاني. لقينا ميت في المستشفى، قعدنا خدنا اجراءات من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 8 مساء عبال ما دفنا احمد. نروح اكتوبر، نروح القسم الهرم، نروح الصحة، كل ده 12 ساعة واحنا احمد ميت ومش عارفين ندفنه. محافظة الجيزة اهملوا في الزبالة اللي بيتحط ويروح اللودر يشيلها ويخلع العمدان، العمود مايل وأحمد واقف مستني الباص بتاع المدرسة. الله يرحمك يا أحمد، في الجنة إن شاء الله. هو الشمعة بتاعتي، كل حاجة الحلوة بتاعتي. أمال من المحافظة عمود دوت سايب بالطريقة دي كده، حرام، يأذي الناس ويأذينا ليه؟ خد مني حياتي، خد مني كل حاجة، كل حاجة بقت وحشة، هو ده السبب بتاعي. طالب بحقه، طالب بحق الشاب العريس، بحق الشاب العريس ده. عيد ميلاده الشهر الجاي 16 سنة. الله يرحمك يا حبيبي، لا انت وحشنا العمر كله، ولا عشان ننسى عمرك، مش هننساك، والنبي ما ننساك يا احمد عمرنا. يا اخويا حبيبي، اخويا صاحبي، كله كل حاجة، كل حاجة. سامحني يا احمد، انا مش زعلانة منك يا احمد، اخويا الوحيد، البنات علينا كلنا. نفسي احضر فرحه وكتبي كتابه واي حاجة، بس ما شافوش كده. انا ما كنتش عاوزه اشوفه كده ابدا ولا يجي اليوم ده. حسب الله ونعم الوكيل في الاهمال وفي البلد دي. خلاص انا حاسس ان احمد اللي هو العمود وقع عليه، بس هو اصلا ما لحقش ياخد نفسه ولا اي حاجه، هو جاله دلق في مخه وموت في ساعتها، مات قبل ما يروح المستشفى. انا بحمل المسؤوليه رئيس الحي. اللي حصل ده مش ممكن يحصل، وده مش رئيس حي اللي هو يسيب العمود مايل وسط الزباله واللودر يجي يخبط طالب سنه صغير و15 سنه وفي اولى ثانوي وده رايح يتعلم، واحنا دلوقتي بنحمل مسؤوليه لرئيس الحي، ما ينفعش ان هو يسيب كده. والمحافظ وعمود ازاي يخبط صاحبي؟ ده كان اكتر من اخويا، على طول في كل خروجاتنا كنا بنخرج مع بعض. انا عايز اقدم شكوى لرئيس الحي والمحافظ. كان المفروض يكون في عن كده شويه اهتمام. الله يرحمك يا احمد، يا رب انت في الجنه، انت شهيد، انت نازل رايح مدرستك، انت طالب علم، انت شهيد، انت في المرتبه الثانيه بالشهاده. رئيس مجلس مدينه الجيزه والمحافظ هم المسؤولين الاول والاخير عن الزباله وعن الكهرباء. العمود مش ثابت في الارض، ما هو ما فيش نص متر في الارض، وبعدين ده 10 متر ارتفاع، يعني المفروض على الاقل خلص متر ونص في الارض.
عشان يمسكوا 10 متر ارتفاع. والعمود اهمال من الحي علشان عمود يقع على عيل، بقى له العمود اكتر من شهر واقف كده، ينفع الكلام ده؟ ومفيش كهرباء اصلا وموت الطفل. بقول لاحمد لو حاجه الله الله يرحمك يا احمد، واحنا اللي هنجيب حق، صحابك اللي هيجيبوا حق. مشيت يا احمد خلاص، اعيش الدنيا دول، سيب حبيبك يا احمد، سيب حبيبك، سيب حبيبك، سيب حبيبك، حبيبي يا اخويا والله ما يسوى، يا روح يا ابني اعيش الدنيا دول، عايز اطلع بيها حته كده اصدخ واخد حقي.